استحباب النوم على الجانب الأيمن أحسن الله إليكم، هل يلزم المضطجع أن يبقى على جنب الأيمن حتى يتغشاه النعاس، أو له أن يتحول بعدما يقرأ ورده؟ لا، يبقى على جنبه الأيمن، كل ما استيقظ أو ذكر تحول على جنبه الأيمن، لأن هذا أفضل له. هل هناك ارتباط بالقبلة كأن يكون إلى القبلة أو لا؟ إذا كان إلى القبلة فهو أفضل، إذا نام على جنبه الأيمن وإلى القبلة فهذا أفضل.